كذا صرنا جاهزين. بسم الله. السلام عليكم، معكم عبد الله، اخباركم ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون. الو، هلا يا ولد. نعم، يلا فورتو. ايش؟ يلا امشي، دخلنا احنا معايا. نسيت ام المقدمه يا شيخ. عبد الله ايش فيك انت؟ خير يا حبيب، كيف دخلت هنا؟ خير، قفلت. مو متفقين نلعب سوا الحين؟ نلعب ايش ومع مين؟ تستهبل انت، مو مع العيال الحين نخش. العيال مين العيال؟ خلصنا، يلا فورتنايت مع الشباب. يلا فورتنايت. توفيق بالتوفيق، اطلع بلا قفل الباب. ما شفت الفيديو اللي نزلته امس ولا ايش؟ اي فيديو؟ اي فيديو؟ امس فايز فورتنايت يا ابوي. عرباك، اخيرا واحد منا فاز. هيا يلا، هذه الحين فرصة حلوة عشان نفوز اليوم. تدري امس مو قبل لك 12 ساعة نينجا دق علي، قفلت بوجه. تجي انت تقول لي تعال نلعب معنا؟ عبد الله ترى كله فوز واحد، ها؟ لا تعطيها وضعية انك خلاص مقطع الدنيا. اوكي ما قلت لك شيء، بس يعني سجل، خلينا نتكلم بالارقام. سجل لك خالي الفوز صفر. صفر يا شيخ، ضف وجهك بس. لا تعال يا ولد، اسمع عندي لك فرصة أخيرة ممكن تخليكم تلعبون مع واحد يعني يفوز بأي جيم مثلي. طيب ماش عندك؟ تسولي مو تسولي، أنا عندي الفكرة، أبي أسوي حفلة، بس أبيك تساعدني بطريقة الاحتفال. تبي تسوي حفلة عشان فوز واحد؟ غيرك فايز آلاف المرات وعايش حياته طبيعية، ينام يقوم يروح الجامعة، يرجع من الجامعة ياكل يتغدى يتعشى ينام يقوم يروح الجامعة مرة ثانية. شوف اسمع. ادري انك حين يعني معصب ومرتفع ضغطك، بس خل اسمع كلامي. كم جيم لعبنا؟ يمكن 1000 جيم. 1000 ولا جيم فزنا، كل يوم صبح ليل ظهر مساء نلعب ولا جيم فزنا. اتوقع ان الموضوع يسوى. لا تنسى تراني ذابح 5 بالجيم. والله شوف يعني بيني وبينك صراحه الموضوع مو هم شين صراحه. طيب اجل اسمع نزل النظاره، انزلها تحنتر فيها نظاره الفوز. طيب اسمع، عندي انا افكار للحفله حقك. طيب شوف، انا ابيها حفله، مو يعني شوف مو واو، بس انها تكون حفله، عرفت الاسم حفله. ايش رايك نجيب دي جي؟ ايش اخطا برا يا شيخ؟ وش دي جي؟ اوفر شوي. هذا اسم تدري متى ذي؟ اذا في السولو سكواد نجيب مارشميلو والعيال. والله ايه، اجل ناخذ استراحه ونادي الشباب. هذه اذا سولو دو. سولو دو منفع. اجل دام سولو نحتفل بيننا وهذيك نخليها دو مع في استراحه وسكواد مارشميلو. عندي حفله ما فيها الا انا وانت، مو كان الموضوع بيصير كذا. ما تطمن، بس همشي حفلة. ها لا حفلة حبيبي، راح ننبسط، راح ننبسط، راح تتفاجأ. شنجي كيكة، انا قايل لازم كيكة، تجيب كيكة تفوز يعني حفلة. لو ما حفلة ما في كيكة، زي سبحان الله من يقول لك الوضوء بدون ماء ما يصير. تيم اطلع برا الحين. وش بتصورني؟ صح، ما عندنا صور. طيب انا عندي صور في انستغرام. لا في عشان جديد اي دي دوت 1 يا شيخ، هذيك قبل الفوز. لكن نبغى صوره بعد الفوز، نتغير شكله. اوكي نحفل صح؟ ايه الله يعني نفس الشيء. طيب الحين مد يدك تنتهي يمين يسار، مدها كذا مدها. ايوه يا سلام، راح يكون هنا الفوز شعار فكتي، عرفت؟ طيب فايز انت، ابتسم. ايوه اقوى 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 اقوى. ايوه يا عبد الله علقت خلاص. صورناها، شوف ناقصها الفكتي ذي اللي بالنص. الحين نسوي خذ شوف اوكي. طيب الحين التصوير خلص، المفروض نوديه محل الكيك صح؟ يلا مشينا. اوكي الحين رايح المحل علشان يضبطنا ويطبع الصورة حقتي على كيكة. ما ادري اذا المحل بيطبع ولا لا، لان في محل قريب من عندي. والشيء الثاني ما ادري اذا بيخلصها بنفس اليوم ولا لا. اوكي عيال، وصلت المحل، الحالة والكيك والشغل الطيب. خلصنا يا عيال، الرجال ضبطني الحين وبتكون الكيكة جاهزة بس بكرة. قبل ما نمشي ونقفل هذا الفيديو ننتقل اليوم بكرة، ما يصلح حفلة بدون أغراض الحفلة، مو بس كيك، أحس يحتاج أشياء كثير. خلونا ننتقل لأشياء ثانية. السلام عليكم. أهلاً بالحبيب، كيف الحال؟ طيب. عندي حفلة واحتاج اشياء كذا حق
حفله زي كذا عندك؟ عندنا وش وين؟ بصور نفسي بقى. ما تخافش بقى. لا 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 مش عايز تصير مشهور ولا بقى. ها ها طيب بس هذا ما في شيء ثاني؟ في سمع عادي بس هذا يبغى كذا شيء حق بارتي. ما في نمبر 1؟ لا رقم واحد ما في. رقم واحد ما في؟ في 4 5 6 فيها؟ ايوه رقم واحد ما فيها. ايه ابوي شيف هذه اللي ندور عنها، هذه اللي بوب كذا تنفجر. ناخذ كاب. والله راسي وين خشب ذي. لحظه اوكي هذه شكلها كويس. وما تكمل الحفله بدون بخاخ الثلج ابوي. ها مدير كيف الحال؟ كويس. فورتنايت معلوم؟ فورتنايت انت ما في دنيا يا مدير. والله انا اشتغل هنا زي نص سيزون. اوكي يا عيال كذا اغراض البارتي حق فوز فورتنايت صارت جاهزه، ولكن باقي اهم شيء اللي هو بيجهز بكره اللي هي الكيكه اللي راح تتفاجئون فيها ان شاء الله. الاكثر شيء متحمسه صراحه الكيكه وشكلها النهائي كيف راح يطلع. ولذلك اخوان جو وقت النوم، واشوفكم متى بكره ان شاء الله. خير يا هي ها ايش جابك هنا؟ انت ما نمت؟ متقين ما تلبس ثوب والكيكة المفروض نروح نسلمها الحين. يلا روح خلاص اسكت. سلام. الله يعطيك العافية. والله ايش هذا؟ وش؟ ايش هذا كله ايش هذا؟ تدري هذا اصغر حجم؟ اقسم بالله اصغر حجم. انا انصدمت يوم قال لي وين سيارتك خلنا نشيلها لك. قلت ايش؟ اول ما سلمت الكيكة قال لي ان شاء الله المرة الجاية اذا اخذت الاول على المركز العالمي راح نجيب الكيكة على حسابنا. ما يدري هو يحسب اني ترى ماخذ الاول على المملكة. ما ترنك ماخذ الاول لاول مرة لنفسك. يلا شوف هذا كان نهاية الفيديو. شوفكم ان شاء الله. بركات. طلاب اساتذتي الزملاء اخواني المعلمين، نشكر لكم حضوركم جميعا فردا فردا، ونشكر لكم غزارة هذا الحضور. فكما تعلمون ان الاستاذ عبد الله فاز ولله الحمد بعد الجيم 1331، فالحمد لله فاز بالفوز الاول. فبهذه المناسبه قررنا ان نعمل هذا الحفل، ونشكركم برضه على الحضور، ترك مشاغلكم واشغالكم وحضور هذا الحفل لنينجا العرب عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما أقدر شكرا لكم. هذا الشيء ما صار إلا بعد جهد وسهر ليالي وتعب وعب تحمله افراد هذا الفريق. وخلونا نبدا الحفله عشان ما نطول عليكم، لان في بطوله مسجل فيها. اقول ما لقيت سكن اكبر من هذا شوي بعد. ليش؟ هذا يطلع معك متفائل. هذه لازم البسها ها؟ ايه حقت انشارتد، مو انشارتد في هناك. كنس الحفلة يا شيخ. طب اول شيء عشان الحفلة تكمل. انت الفايز. اوه معليش. انت الفايز. طيب بسم الله الان نولع هذه الاحتفالية ونشعلها. شو رايك تطفي الباس كان يصير؟ شو رايك تطفي الباس كان يصير حماس؟ يلا والله احلى والله. تعال بسم الله. وين التصفيق؟ الف مبروك. شغلها عشان اصفي. اوكي. الف مبروك. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ان شاء الله البيت ما ينشب. بس يا سلام يا سلام. هنيه كيكه قايل لك لا تكبها. انت غبي سوي هناك. طيب هنا ليه؟ اتوقع عفسنا ام الكيكه.
ربي ذكي والله. ابي اسمع صوت التصفيق يا معاذ. يا شباب بالله لا احد يستحق الواحد يجيب صحنه ويجي. ويلا يا عبد الله الحين نبغاك تورينا جيم عشان المشاهدين تعيدنا بوز ثاني. يلا يا عبد الله. يلا وين اليد يا عبد الله؟ وين اليد؟ يلا يا عبد الله وري الشباب كيف تفوزون طرق الفوز. تختبرني انت؟ اختبرك. اوريك. يا هلا بك يا معاذ. يشكك فيني يا جل العيال. الحين اوريك. اوكي بسم الله ننزل هذا البيت بعرف الخطه اللي فوق. اوه هلا هلا بالفماس. حلوين 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 الاسلحه حلوه. وينهم بس؟ جيبوهم لي يا شيخ. لا 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 الجيم منتهي. شوف اللي داخل كيف يروح. ها